بخير. بتسمي الشعر بتاع حضرتك دي بتسميه ايه؟ انا بسميه الشعر الفكاهي وشعر الموقف. طب يلا بينا كده حاجه بقى فكاهي، طالما الشعر فكاهي وبرنامج بهديمه والضحكه الحلوه، عايزين الابتسامه الحلوه عشان حضرتك ما بتسمش خلاص لحد دلوقتي، فاحسن حاجه ان انت تدينا شعر فكاهي. لا موقف حصل معاك. ايوه مواقف. اديني اول موقف كده. لا انا بعث قصيده جديده ويمكن مقوله جديده احنا بعثها بمناسبه شهر رمضان. تمام. طبعا احنا عارفين شهر رمضان مصاريف كثير وربنا يقدرنا ويوسع علينا. طبعا البيت عندك ما وراهمش حاجه الا هات وهيت ومش عايزين وعايزين، هم مش عارفين حاجه. تمام. وبعدين كان ما عندكش فلوس، دي المصيبه السوداء بقى، هتروح تعمل ايه؟ فبنقول اسكت كان هو جيبك خالي. ايوه اسكت كان هو جيبك خالي. ما يريدك والي حتى لو تميته ليلي، اسكت كان هو جيبك خالي. اسكت كان فاضي جيبك، تبقى لهك ولهك، حتى حكوك يبقى عك من حاشن عاد جيبك فاضي. اسكت كان هو جيبك خالي. اسكت كان ما في مالية، الشنعة تلقاها الولية. اسكت كانت مش اصلية، تلقاها في الصلاة ليلي. اسكت كان هو جيبك خالي. تليلي وبصوت مسموع. أيوة. وانت تذيري في الموضوع، خايف تدخل في في الممنوع، تختاض تعدي طوالي. اسكت كان هو جيبك خالي. تختاض تسيب لعويله وانت عاد تشيل الليله، ظروفك سود ظروفك نيل، لا صاحب لا عندك غالي. اسكت كان هو جيبك خالي، ملك والي حتى لو تميت ليلي. اسكت كان هو جيبك خالي. حبيبي حبيبي شهيدنا المعترم، موقف حصل معك في البيت عندك؟ مواقف؟ لا انا عايز اول موقف مضحك كوميدي في البيت، ايه اللي حصل؟ حصل موقف ان مره معدي علي عربيه ديوك هنا في البيت. فالعربيه الراجل في الميكروفون بيقول فراخ اللي تربي. انا بنقول لي موت وانت مصبي. ساعات ما تمسك الكتكوت كده يموت. فعندي بنتي الصغيره قالت لي يا بابا عايزين ايش؟ كتاكيت. فوقفت الراجل قلت له عايزين منك كم كتكوت كده ب 10 جنيه. قال لي يا عم خد 5، 4 دول ليك والواحد ده للبنت الصغيره دي. عندنا العجوز الله يرحمها كنا بنحركوها على عجله من الاوضه للصاله، وكانت هي بتعطي العويل الصغيرين عندي سعيد ونوري بتديهم 5 جنيه اطفال فرحانين بحنهم. جبنا لها الكتكوت هذا وحطيناه وين؟ قدامها. خذت الكتكوت وجابت لي كرتونه وطبق صغير كده سحن بالبدوي، طبق بالمصري، مكرونة على رز على عيش وديكي شغلها. ضنشت العيال. فالعيال قوم قالوا لي يا ابوي احنا عايزين نختالوا الديك ده. الديك ده وقف حالنا وحالنا، ما عادش تعطينا مصروف ولا تدينا حيلة، فالديك هذا لازم نقتلوه. قلت لهم لا لا فكونا، هذا غضب مش عايزين غضب والدين، سيبوه من ربنا. مشيت نجيب في حقنا لعيوني، حصل حادث وقعت الحقن انكسرت. جيت للبيت قرفان نشرب في كوز مي، لقيت الكتكوت معي. طلعت برا وجيت للحجر قلت له امسك الكتكوت هذا العملية جايبة اخرها، والله يا يموت يا بفرشك يا ابن ابوت مش عاوز انا، ابعد عني الكتكوت هذا خالص. قالت لي لا الكتكوت هذا لو صارت فيه حيجة البيت ديت اسم ثلاثة ثلاث، ثلث ليكم وثلث لي وثلث للديك. تمت مساواة نحن والديك، لا إله إلا الله. المهم خذوا الديك وقفلوا البيب وشوي خبطوا علي. اي قالوا الغداء، قلت لهم هيتوا الغداء. حطيت الغداء قديمي وقعدت ناكل. الكتكوت دخل مش عارف دخل منين، انا لقيت حيجه في القصعه اطقر طق 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 وفرفطت، عرفت ان الكتكوتنا. قعدت ناكل ونسعب في القصعه بالراحه بالراحه لغايه ما جا في متناول ايدي، مسكت الديك عاميه ومسكت حرامي خلاص ما عادش يتساب ده. فبنقول له عدي عدي وخطني يديك.
الله يخليك احسن يوم اسود ننوريك عدي وخطني يديك عدي غادي يا كتكوت راك تموت بفرشك والله بنبوت الريد هدوء والريد سكوت ومش عاوز اي يضحك هيك عدي وخطني يديك عدي لعجوزك والله نقوم نكسر بوزك تكسر ما تشرب في كوزك ونوير برا مرجيك عدي وخطني يديك مرجيك نويره ويزرك جوال دويره تبقى في حيره تكسر حتى عاد تصغيك عدي وخطني يديك ويجيك سعيد وينزل في عظامك تجنيد اعنادك ما يفيد عجوزك راها ما تحميك عدي وخطني يديك الله يخليك احسن يوم اسود ننوريك عدي وخطني يديك حبيبي تسلم اقسم بالله منور الدنيا كلها ومنور قناة صوت مصر والله صوت مصر دي منورة بيها وبناسها يعني موقف تاني كده جميل كده موقف تاني في رمضان برضو طبعا رزقني الله بتفتوفة في رمضان تمام هم مشغلين اسطوانة هيت وانا مشغل اسطوانة هاك هيت هاك هيت هاك لغاية يوم قالوا لي هيت مديت ايدي في جيبي ما لقيتش حاجة الله في الجيب التاني ما فيش طلعت وقفت على السلم برا فبيقولوا لي هيت بصيت كده قلت لهم خلاص ما عادش فيها هيت مفلس انتهيت نريد نهج نسيب البيت خلاص ما عادش فيها هيت خلاص مانيش كيف الماضي فلست وواقف على الفاضي تو نريد نلم غراضي نريد نبلط راني مليت خلاص ما عادش فيها هيت خلاص ما عادش فيه قروش هذول مش عالم نس وحوش طجوا كل اللي في الحوش مين منهم طحت وجضيت خلاص ما عادش فيها هيت اريد نبلط